ونتعمق في دراسة هذا التأثير للمدارس الإسلامية الحديثة والمدارس الفلسفية في نهضة الجامعات في الشرق الآسيا. نتشرف هنا الآن لنستمع إلى إلقاء البحوث والكلمات العلمية التي سوف يلقيها ثلاثة من أساتذتنا المعروفين والمشهورين لهم بخبرتهم الطويلة وبباعهم في التعليم وفي التعامل وفي كذلك في ممارساتهم الحياة العلمية والعملية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أكرر تحياتي لكل الحضور، وطبعا لابد أن يعني أقدم هذه التحية حتى تكون المذكرة فرد منكم بي حين المناقشة وحين المداخلات. بس أنا لي يعني ملاحظة أو تعقيب. الحقيقة إن المحور الذي تدور حوله الأبحاث هذه الجلسة هو تأثير المدارس الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكلفت بإلقاء موضوع تأثير حركة السلفية في مصر على المجددين في إندونيسيا بتطوير التربية الإسلامية. لقد تم دخول الحركة السلفية في صورة الإسلام والتجديد إلى إندونيسيا على أيدي المجددين الإندونيسيين الذين تأثروا بأسرار الحركة السلفية من مصر كأمثال السيد جمال الدين الأهواني ومحمد عبده والسيد راشد رضا. وذلك لأن المصنفين والمجددين الإندونيسيين استطاعوا أن يطلقوا على أرض الحركة الإصلاح والتجديد في مصر من خلال العروبة الوثقى ومجلة الأمانة في البداية، ثم أتيح لهم الفرصة لأن يلتقوا برواد هذه الحركة حيث زاروا مصر وقوبلوا رواد هذه الحركة وخاصة الشيخ محمد عبده وتلميذه السيد محمد راشد رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ أولاً بتوجيه الشكر الواجب لجامعة دار السلام الإسلامية ولرابطة الجامعات الإسلامية أولاً على عقد هذا المؤتمر المهم، وثانياً لدعوته للمشاركة في هذا المؤتمر. وقد اخترت هذا الموضوع المدخل الأخلاقي وتحقيق التقارب بين الفكر الإسلامي والفكر الشرقي، لأنني اعتقدت في البداية أن الدخول في علاقات مع مجموعة جامعات تمثل يعني واقعا جغرافيا في آسيا وكبداية للدخول في علاقات معها لابد أن يعني تكون هناك قاعدة فكرية للتلاقي مع هذه الجامعات. ونحن طبعا في العالم الإسلامي دخلنا في علاقات منذ أكثر من قرنين مع الجامعات الغربية، واتضح أنه على الرغم من وجود قاعدة دينية ربما تجمعنا مع الغرب، إلا أن هذه القاعدة الدينية لم تفلح يعني في تحقيق علاقات قوية بين الجامعات الإسلامية والجامعات الغربية للأسباب التي تعرفونها جميعا. ولذلك فالاتجاه شرقا وهي فكرة طبعا قديمة جديدة، لكنها لم تنفذ حتى الآن، لأن أغلب اعتمادنا على الجامعات الغربية وعلى المنتج العلمي والأكاديمي الغربي، على الرغم من أن الجامعات الآسيوية الآن أصبحت على مستوى الجامعات الغربية إن لم تكن يعني تتفوق عليها في كثير من الأحيان. وأنا في السنوات الأخيرة زرت ما يزيد عن 30 جامعة في الصين واليابان وفي كوريا الجنوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. المحور شيء حقيقة، لكن حبيت أن أستوضح شيء وأوضح شيء. الكلام عام
ينبغي ان يكون كان موجه على التعليم الديني والتعليم العام، لان الجامعات الاسلاميه هناك ما هي مخصصه للتعليم الديني فحسب. وعلى هذا العنوان كان محاضره او اطروحه ورقه الدكتور امل مناسبه جدا لهذا الباب، وهو يعني تحرير ما يتعلق في هذه الدراسه وانها تكون مناسبه ومواكبه للعصر، لان لا انفكاك عن التعليم الديني للعصر الحاضر الان بما يناسب التطور الحالي. وفضيله الدكتور محمد خليفه تكلم عن الاخلاق، وهذا نقوله العلم المدني او العلم التجريبي او الحل لا يعرف ديانه معينه، فمتى ما وجدنا مسلك الجامعات الاسلاميه في الولوج في هذا الباب فيستغلون ما ذكروا من جهه الاخلاق، وهي يعني اخلاق الدول الاوروبيه او الدول الشرق الوسطيه هي واحده من جهه حسن الخلق اذا توفر هذا الامر، لكن كان الانصباب في الغالب الاكثر غربيه، فجزاه الله خير فيما ذكر في التوجه الى الجامعات المرموقه، لا سيما الان من الجامعات التي تصنف لها هذا التصنيف الجامعات الصينيه، لها تصنيف الان عالمي وشنغهاي تصنيف التصنيف الصيني الان اصبح يعني هذا من باب يعني ما يتعلق بالاهداف. الازهر كلنا يعني ما شاء الله. والسؤال فقط الازهر الان من شيخنا بالنسبه للفروع تحولت الى جامعات. تعقيبا على الاستاذي الاستاذ شبيه والاستاذ الكشي، سعدت جدا بهذا الحديث الطيب، وهو حديث في مجمله جميل جعلني أقف بينه، وأنا فخور بأنني من بلد الأزهر، وفي نفس الوقت واثق بنفسي لأنني أرتدي باتيك. نعم، فطالما اعتقدت بأن مبعوثي الأزهر هم السفراء الحقيقيين لمصر، نعم، وطالما اعتقدت أن التعليم الأهلي في إندونيسيا هو العمود الفقري لنهضة هذه البلاد، لكن ما يعكر صفو فخري وما يهز قوة اعتزازي بالبادي هو ما ألاحظه من عسر هضم للسياق الحضاري الذي نعيشه معنا الآن. يعني ذكر الأستاذ زركشي وأستاذ ياكين وأستاذ شاهين أن الأزهر والقنطر يعني نشأ لمواجهة تحد معين ونجح في هضم هذا السياق وإخراجه في شكل منتج حضاري لا تزال آثاره قائمة حتى الآن. فباختصار شديد يعني مبعوثي الأزهر الآن عفوا معالي الأستاذ منتشرون في أجزاء المعمورة كلها، ولكن سيكون مرة أخرى بعدما يتركوا أماكنهم قلما نلاحظ بصمة في هذه الأماكن التي يتركونها. وكذلك أيضا بالنسبة إلى إندونيسيا عندما يتخرج الطلاب من معاهدكم قلما نلاحظ لهم بصمة حقيقية على مسيرة التنمية في إندونيسيا. لذلك أرجو من سعادتكما أن دعوني أستثمر في تجربتكم أن تضعوا خطوطا عريضة ولكنها تلامس أرضية الواقع في أهم السياقات الحضارية الحالية التي يجب هضمها، وأهم الله أكبر هذه علامة في مصر على أن ما يقوله الإنسان حقيقي عندما يؤذن الأذان. نعم نعم. اخيرا عفوا بالنسبه للاستاذ الكريم استاذ محمد خليفه، لا بس انت ما بتنكش بتنفذ المظاهر عسر الهضمي ما ذكرته لحضرتك. لا انا لما اكون عند عسر الهضمي في المعده بفضلك توجعني، فانا عاوز اعرف عسر الهضمي يعني. هذه اختفاء البصمه معالي الاستاذ. نعم يعني انت مش حاطط البصمه هنا وينطبق عليك. امر ذلك. النقطة الأخيرة
الأخيرة أستاذ الفاضل محمد خليفة، بالنسبة للمدخل الأخلاقي مرة أخرى، يعني نحن نعيش في سياق حضاري القيم فيه سائلة جدا، لدرجة أن القيم مثل النقود أو النقد، قيمة مثل الحق، قيمة مثل الحرب أو السلام، القيم سائلة جدا. فإلى أي مدى يعني يتضمن مشروعكم حول الاقتراب الأخلاقي أو المدخل الأخلاقي أداة أو فصل أو شابتر للتعامل مع هذه السيولة، وخاصة أن في المجتمعات التي ذكرتها حضرتك مليئة أيضا بمظاهر السيولة الأخلاقية، وأغلبها يعني مجتمعات دخلت في مرحلة علمنة شاملة على حد قول المرحوم عبد الوهاب المسيري. شكرا جزيلا لسعة صدوركم، والسلام عليكم. سامي فخور نائب رئيس الجمعة الفكر الإسلامي ومدير دراسة الكلية وأستاذ الفكر المعاصر وفرع أخبارات بلدان. في قاعدة أنا أشكرك أستاذنا الكبير رئيس جامعة الأزهر بعد الفترة اللي طرحت حول يعني رسالة الأزهر وأثره في العالم الإسلامي والجامعات الإسلامية والشرقية خاصة. وأنا أشوف أنني أزهري بالكليتين، كلية الشريعة والقانون وكلية اللغة العربية. نعم الحمد لله، نحن مؤسستنا المعرفة الإسلامي وكان اسمها المعرفة الإسلامي، لها معادلة شهادات من سنة 1966 من حياة شيخنا الوالد، وخرجت عددا كبيرا من الطلاب الذين حملوا رسالة الإسلام وراية الأزهر وانتشروا في بقاع الأرض. مؤسستنا هي تتقبل الطلاب من أنحاء العالم، عندنا طلاب من حوالي 80 جنسية. الذي أريد أن أقوله الأزهر كما تفضلتم جامعة الأزهر الشامخة بما لها من ثقل علمي وفكري وتربوي واجتماعي في العالم الإسلامي، خضعت لتطوير أكثر من مرة. كما تفضلتم سنة 1930 صار هناك كليات تحولت من حلقات في المسجد في جامع الأزهر إلى كليات الثلاث التي هي الكليات الأساسية. ثم عام 1960 في أيام الرئيس عبد الناصر رحمه الله كان هناك جامعة الأزهر التي دخلت فيها الكليات العملية كما تفضلتم، ثم كان هناك تطوير الكليات الإسلامية والأساسية، وأنا واكبت هذا وقدمته امتحانات في مادة الثورة وفي مادة حتمية الحمل الاشتراكي وفي مادة إضافة إلى المواد الفقهية والأصولية واللغوية وغير ذلك. الذي أسأله الآن، هل هناك خطة جديدة لمزيد من التطوير في جامعة الأزهر، لمزيد من التطوير في جامعة الأزهر في خططه الدراسية ومناهجه العلمية بعد أن خضع لتطويرات سابقة؟ يعني نحن ننظر على أن الأزهر هو حسب الأمة الشامخة، وأن جامعة الأزهر هي الجامعة الشامخة التي تنضم تحت جناحيها الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم.